فريق النادي الاهلي. اتفضل يا استاذ. ومع روح الفانيلا الحمراء شخصيه النادي الاهلي، الشخصيه النهارده اللي بنثني عليها في اللعيبه النهارده، وانت مضغوط وفي الثواني الاخيره وبتحرز هدف الفوز ولازم نشيد بمارتن نصارتي، زي ما بقول لك يا كابتن اسلام، الشوط الثاني شوط المدربين زي ما بيقولوا كده، بالشوط الاولاني شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين. النهارده اجاد في التغييرات، ان شاء الله التغييرات كلها هجوميه، اسفرت يعني بينت سيطره النادي الاهلي، بقى فيه هجمات للنادي الاهلي، بقى فيه فرص للنادي الاهلي. برضو عايزين نحيي حماده صدي، كابتن حماده صدي طبعا لعب النهارده، يعني رغم نيجي نتكلم عن الجونه لعيبه عنه بس لازم نحييه النهارده على اداء الجونه. ما شاء الله فرقه يعني من اول ما تولاها كابتن حماده صدي عامله شغل يعني واضح جدا في الملعب. النادي الاهلي النهارده يعني فكرنا بالمباريات بتاعت زمان يا كابتن اسلام، بتاعت الحسم والثواني الاخيره، هي زي ما قلنا في اول الاستوديو دي مباراه الدوري، جمع النقاط دي ان شاء الله توصلك للهدف بتاعك. النهارده من ضمن الايجابيات النادي الاهلي بقى في المركز الثاني النهارده بفارق 4 نقاط عن نادي الزمالك، بس احنا ما بنفرحش بالمركز الثاني زي واحد لما كان في المركز الثاني فرحان ومبسوط ويتكلم عن النادي الاهلي يقول لك في المركز السادس. احنا هدفنا ده من المركز الاول، الثاني بالنسبه لنا زي المركز الاخير، ثاني زي ال 18 في الدوري، ما بيفرقش معانا، احنا دايما هدفنا او احنا اتربينا جوه النادي الاهلي، وكل الاجيال اللي بتتربى داخل ناشئين النادي الاهلي، واللعيبه اللي انت بتجيبها جديده داخل النادي الاهلي بتتعلم دايما النادي الاهلي رقم واحد. علشان كده شفنا النادي الاهلي النهارده في الثواني الاخيره الروح اللي احنا شفناها من اللعيبه، حتى في التغييرات النهارده كريم نيدفيد ما شاء الله حاجه رائعه، مروان محسن النهارده من احلى المباريات اللي انا بشوفها، خاصه لمروان محسن من فتره، المباراه اللي فاتت بيسند كره بالدماغ لكريم نيدفيد عشان يجي منها هدف، النهارده برده كان محطه مهمه جدا، كل الكرات اللي كانت بتتلعب في قلب الملعب وجاي مش قادر يسيطر عليها، النهارده مروان محسن لعب فيها دور مهم جدا، كان بيطلع ويوجه يمين او شمال، شفناه في الهدفين ليه يعني دور كبير فيهم، وكان محط جيرالدو النهارده يعني فعلا جيرالدو من الصفقات المهمه من مباراه اخرى الحقيقه، وخساره ان احنا اللعيب ده يعني مش موجود معانا في افريقيا.